فائدة. قال شيخنا رحمه الله ناصحا امرأة: أوصيك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج. أوصيك بالصبر فإن الصبر مفتاح الفرج، يعني إذا واحد عود نفسه على الصبر يأتيه الفرج. ثم المسلم من شأنه أنه يبتليه ربه حتى إذا كان من أهل الخطايا والمعاصي حتى تكفر عنه المعاصي، فهذا رحمة له. الرسول تحدث عن بعض من كان قبل هذه الأمة أن أحدهم، أي من الصالحين، كان يفرح بالبلاء أكثر مما يفرح سائر الناس بالعطاء. هكذا كان أحوال من قبل هذه الأمة من الصالحين، أحدهم يفرح بالبلاء أكثر مما يفرح الشخص بالعطاء بالهدايا يعني ونحو ذلك، من شدة اليقين الذي عنده أن هذا البلاء خير له، فيه فائدة له، فلذلك كان يفرح. المؤمن إذا أصابته البلية هو بشر، يقلق، قلبه يقلق من هذه الناحية، يقلق، يعني إذا أصابه ألم يتألم، إذا أصابه حزن يحزن، بشر. لكن إن انقطع عنه البلاء وبقي في الرخاء وفكر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، يقلق إذا بقي في الرخاء ولا يأتيه البلاء، وفكر في كلام رسول الله: من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني العبد الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه، لابد أن يبتليه في جسمه، في ماله، في صحته، في ولده. يأتي واحد يتسلط على ماله، يأتيه ولد يطلع عاقا يخالفه يغضبه، يعني لا يطيعه ويطلق قلبه ويشغل فكره كأغلب الأولاد في هذه الأيام، هذا بلاء. فماذا يكون في نفسه؟ من ناحية يقلق، يتأذى، يتألم، بشر. لكن إن لم يصبه البلاء بالمرة ماذا يصير في نفسه؟ ينشغل فكره. الرسول قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، لما أنا في رخاء ونعمة، لا يأتيني قلق، لا يأتيني بلاء. فإذا أصابه من هذه الناحية يفكر، يقول: الحمد لله على كل حال. ما معنى الحمد لله على كل حال؟ على الشدة والرخاء، أحمد الله على حال الشدة وأحمد الله على حال الرخاء، هذا معنى الحمد لله على كل حال. فإذا كان العبد مبتلى وسئل كيف حالك، يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. دائما لتكن هذه الكلمة على اللسان، لأن نعم الله كثيرة لا نحصيها. إذا واحد نظر إلى كثرة النعم التي أعطاه الله لا يحصي هذه النعم، الله تعالى أعطانا نعما كثيرة. فإذا ابتلي يقول: الحمد لله على كل حال. هذا شأن المؤمن.